بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بما اني مشجع يعني بقالي فتره كده لمانشستر سيتي، فعايز اتكلم على قصه الفيديو المنتشر للاسطوره الحقيقيه جاك جريليتش. في واحد هو جاك جريليتش طالع من الملهى الليلي يصوره ولا واو كايل ووكر اند واو رياض محرز اند واو جاك جريليتش مخمور، يا الهي حقا ماذا يفعل هذا؟ فيديو 20 سنه ما فيهوش اي حاجه خالص، هو فيه رياض وفيه كايل ووكر طالعين من الملهى الليلي. لا 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 اخلاق رياض. بص انا عايز اقول لك حاجه، لو انت فكرت انك تاخد لعيب كوره مثل اعلى ليك فمعناها ان انت عندك مشكله، لان لعيب الكوره ممكن تحاسبه على فكره الاداء اللي بيقدمه جوه الملعب، تحاسبه على المعطيات اللي انت منتظرها منه جوه الملعب، انما قدوه وبيمثل الوطن خارج حدود البلد الكلام القديم ده مبقاش بياكل عيش بصراحه. فكره انك تربط نفسك بحد ان هو لازم يقدم اللي انت متوقعه منه بره الملعب دي صعبه جدا، وبصراحه يعني انتقدناها اثناء حوار عمرو اديب مع محمد صلاح، اللي هو يا جماعه انا منتظر ايه من صلاح غير اداء كرة جوه الملعب؟ يعني لما قال له على موضوع الخمره ومحمد صلاح رد ما عجبش الناس، انا اللي هو انت بتساله في حاجه، ده لعيب كوره بتاخد منه فتوى دينيه؟ لو ازاي طيب مش فاهم. فانت لما تيجي تتكلم عن رياض محرز هو يعني سفير الجزائر في انجلترا، الموضوع مش انت كده اوفر قوي. رياض لعيب كوره، ولعيب كوره عايز اقول لك ان لعيب الكوره من اسرع مخاليل الله، اللي هو ممكن يعرف يضحك عليك ويعرف يبلفك في كلمتين ثلاثه وهو عارف ان هو بيشتغلك وانت بتبقى عارف ان هو بيشتغلك بس بتعديها. اما حته انك تقعد تقول للعيب الكوره ما ينفعش ان هو يعمل، ما ينفعش ان هو يسوي، وبره الملعب والاخلاقيات والالتزامات، عايز اقول لك ان بيب جوارديولا من اكثر المدارس اللي كان عنده ديكتاتوريه بره الملعب في برشلونه، بس مع الاسف الشديد تخلى عنها شويه في بايرن ميونخ، وفي انجلترا ما عرفش ان هو يسيطر عليها. يعني في انجلترا في مشاكل كتير قوي بيب جوارديولا بيعمل ان هو مش شايفها، زي الموضوع بتاع امبارح ده. لا بيب جوارديولا اتسال في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ قال ما حدش عزمني على العشاء، لو حد عزمني كنت رحت معاه. طب انت اللعيب بتاعك مخمور الكلام، مش هعرف اسيطر. ودي يعني يمكن تكون اقل حاجه حصلت في مانشستر سيتي السنين الاخيره. ابجد والله انا مش انا مع الفرقه دي بقالي فتره. بص كان في حاجه اسمها حفله اتعملت في سنه 2020، كايل ووكر كان عاملها وكانوا جايبين 20 عرضه ازياء، وكانت ليله ما يعلم بها الا ربنا، وكانت فضيحه كبيره جدا بعد ماتش استون فيلا اللي سيتي كسب فيه 6-1. وكان في كمان فضيحه لولدنا مندي اللي مرمي في السجن اساسا بتهم التحرش وبتهم الاعتداء الجنسي، وليلته وليله اساسا مندي ده اساسا. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ان احنا بسم الله ما شاء الله اخلاقيات اللعيبه بتاعتنا في الزربيح، اللي هو يا باشا انا الفرقه عندي فيها مشاكل اخلاقيه كبيره جدا، وفيها مدير فني خلاص طنش وعارف ان هو مش هيقدر يسيطر على اي حاجه. فلما رياض محرز يتلطف في الليله تقول لي ولد بيب جوارديولا ما رايه ايه؟ هو عامل من بنها في كل المشاكل، هيجي عند مشكله رياض ويقول لك مشكله. لا بص الموضوع عادي عادي جدا، لاعبتنا ما تربتش ولا هتتربى، وطول ما فيهم كايل ووكر هيفضل يعمل كده وهيفضل يعمل اكتر من كده بكتير، وكل اللي بيب جوارديولا يقدر يعمله ان هو يركنه على الدكه لا اكتر ولا اقل. انما جاكي مدلل 100 مليون ما يقدرش ان هو يقعده على الدكه، هيتسال عليه كتير جدا من الصحافه والاعلام والموضوع هيكبر، علشان كده بيب جوارديولا رايح دماغه وراح منزله الملعب النهارده عشان خاطر الموضوع بتاع الفيديو ده يتنسي ويتحط عليه اكس ان هو مش فارق معانا اي حاجه. فانا عايز اقول لك عزيزي، ما تعملش رياض ان هو سفير للجزائر في انجلترا، ما تعملش رياض ان انت منتظر منه اخلاقيات حسنه وانك منتظر منه تصرفات بره الملعب. ما تعملناش كان يعني ما تعملش رياض ان هو ملك، ولا ما تعملش رياض ان هو نبي، ما تعملش رياض ان هو ما بيغلطش، هو بني ادم في الاول وفي الاخر، فطبيعي ان هو يعمل كل اللي هو عايزه. ليه؟ لان احنا بنعامله كلاعب كوره. انا كمشجع مانشستر سيتي ما يهمنيش رياض اتجوز، رياض طلق، رياض انا يهمني مستوى رياض جوه الملعب، انت بتعمل ايه بره الملعب مش عايز اعرف. كريستيانو رونالدو عربيد بس من اكتر الاساطير اللي موجوده في عالم كره القدم، محدش يقدر يتكلم في اي حاجه. فانت كلاعب كوره انا عايزك جوه الملعب، بره الملعب اعمل كل اللي انت عايزه يا عم. هتقول لي امال ليه في الوطن العربي كنت بترفض تصرفات زي دي؟ عشان انت بيئه محيطه ما ينفعش انك تعمل التصرفات دي، انما هم هناك في بيئه محيطه مسموح لهم يعملوا كل ده. هي قصه عقليات وهي قصه البيئه، البيئه بتاعتك رافضه كده والبيئه بتاعتك ما ينفعش انك تعمل فيها كده، فما تروحش تشيش وما تروحش تسكر وما تروحش تصاحب، وفي الاخر تيجي تقول لي ايه انتوا ليه ما بتعملنيش زي اللعيبه الاجانب؟ ما هي اللعيبه الاجانب ملتزمه في تمرينها، انت ملتزم في تمرينك؟ لا مش ملتزم في تمرينك، يبقى خلاص لز فيك. هو بيعمل كل ده ومع ذلك في التمرين بيكون موجود اول واحد الصبح، في المحاضرات بيكون حاضر، في كل حاجه مطلوب منه ان هو يلتزم فيها بيكون ملتزم.
هو مش ملتزم بره الملعب، بس في شغله ملتزم. ليه؟ لانه ده شغله. احنا بقى عندنا في الوطن العربي لا ملتزمين بره الملعب ولا ملتزمين جوه الملعب، عشان كده احنا ما بنظلمش حد، هم اللي بيظلموا نفسهم. رياض وكايل ووكر برغم ان احنا بنتكلم عليهم هم وجاكليتش، بس مع ذلك ممكن تلاقيهم هم اول ناس موجوده في التمرين. هي دي الاحترافيه، هو ده الفرق، لا اكتر ولا اقل. لسه انت مكرر ان رياض هو ملك وهو اللي عنده اخلاق واللي عنده فضيله، كمل مع نفسك بصراحه. حابب تعمل لايك خير وبركه، حابب تعمل سبسكرايب خير وبركه، حابب تعمل ديسلايك وتقول لي رياض فخر العرب، كمل براحتك في نفس السكه دي. بس عايز اقول لك لا رياض لا صلاح لا حكيم لا اي لعيب عربي موجود في اوروبا ينفع انك تاخده مثل اعلى ليك، ده معناه ان انت عندك مشكله، مش هو اللي لعيب جامد.